اليوم درنا النيه مع السير الكراكي والحمد لله الحياه ما كتعطيش فرص، والفرصه تعطينا اليوم وهي ان السي وليد الركراكي درنا فيه الثقه الكامله وفرحنا الحمد لله والشكر لله. هاد الفرحه عمرنا ما فرحناها في حياتنا خويا. واش فرحان ولا ما فرحانش؟ فرحان يا المقابله عشناها على الاعصاب ديالنا، وكما كنقولوا كنشكروا بزاف اللاعبين على القتاليه ديالهم، وكنشكروا السي وليد الكراكي اللي لقى التوليفه المناسبه وديك الحلقه الحمد لله. كنبغي نختم بواحد الرساله للسيد رئيس الحكومه، دير تنتنيه نسمعوا سير 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 نحو تخفيض الاسعار وعيش كريم ان شاء الله. البرلمان بغينا يفرحنا. بالنسبة لهذه الأجواء فهي أجواء معتبرة ورائعة، وهنيئا للشعب المغربي ملكا وشعبا، وتبارك الله على السي وليد الكراكي ووليداته. وهذا الفوز هذا فهو كيعبر على أن من كتكون الإرادة كتكون كل شيء، والشعب المغربي حلم وأراد وتمنى، الله سبحانه وتعالى بغاها إن شاء الله. نطلبوا إن شاء الله نطلبوا إن شاء الله نطلبوا إن شاء الله باش باش ان شاء الله باش ان شاء الله يوفق ان شاء الله في نصف النهائي، وان شاء الله يجيبوا هذه الليله كاس العالم. برافو. حاجه نشكروا المدرب الوطني اللي عطى واحد الفرحه اللي ما تتوصفش، عمرنا عشناها يعني في انحاء العالم. كنقول له شكرا على الاختيارات ديالك اللي درتي، يعني شفتي المنتخب واول مره هذا الشيء كنعيشوه يعني في المدينه ديال بني ملال مع المنتخب الوطني، يعني خرج كاع جميع المغاربه يعني محبين كره القدم او محبين جميع الرياضات، خرجهم اليوم الحمد لله. توقعات ديالكم مقابلات الجايه؟ رابحين، ديري النيه، ديري النيه. ماشي حاجه ان شاء الله عربية. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نفرحوا جميع المسلمين العرب وجميع الافريقيين ان شاء الله.